الاول قبل ما نتكلم في النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا يا كابتن. الناس كلها بتيجي تتكلم تقول لك ايه، يعني انا النهارده بشوف بعض الاقلام وبعض يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيتكلم يقول لك ايه، هم عايزين يودونا للجنب داخل، خد بالك اللي هو ايه، اللي هو انتوا هتلعبوا بايرن ميونخ، انتوا فاكركم ان انتوا تقدروا تكسبوا بايرن ميونخ؟ بيخليك ايه ما تركزش في ماتش الدحيل، هو عايز يوديك على طول للايه وانت لسه يا جماعه، ما هو احنا لو ما لعبناش الدحيل وكسبنا الدحيل مش هنلاعب بايرن ميونخ ولا ايه؟ احنا كفينا ان احنا هناك، واللي بيتكلموا عنا دول يمكن ما اعرفش ايه عايزين ايه، ده احنا بعد ما لا يشجع احنا في مهمه وطنيه. يعني انا زعلان وحزين يعني على هذا الشكل، لما يجي واحد اعلامي لعيب كوره قبل كده ويبقى اعلامي او اي حد ويتكلم في المنطقه دي عيب يعني، ما ينفعش. صح، العكس في اي فرقه هي هتبقى موجود، احنا كلنا هنساند، كلنا هنفتخر، هنساند طبعا، هنفتخر وهنتكلم، ولما بيبقى اي حد كويس، لان دي هو ده المصري، هو هي دي الوطنيه المصريه. لا، ده هو ده الرياضي السليم، والرياضي السليم برافو عليك، يعني برافو عليك، الرياضي السليم اللي ما بيتمناش حاجه وحشه للاخر. صح، العكس، يقول انا مش يومي، انا هو احسن مني. يعني احنا لحد دلوقتي في الدوري لما كنت شايفك بتتكلم ان الاهلي فقد ست نقاط كويس، دي كارثه، كارثه طبعا، انت فهمت قصدي؟ بالنسبه لنا احنا كارثه طبعا، بالنسبه لنا كارثه، واحنا ورايحين كاس العالم وعاملين 3 بطولات وعندنا بطولتين تانيين لو هتلعبوا ان شاء الله يمكن لينا التفوق فيهم باذن الله. فعندك من جميع الاشكال اللي انت بتشتغل عليها كمؤسسه، يعني انت ما تبص عليا وتشوف انا بشتغل ازاي، يعني انت ليه بتحدفني ليه بتحبط لعيبتي، ليه بتحبط اخواتك ليه المصريين اللي رايحين يلعبوا هناك؟ مش كفايه الاجواء اللي احنا عايشين فيها، الكورونا واللي اللعيبه دي بتشوفه والحاجات وجميع الدنيا رايحه عشان انت تقعد تتفرج، بدل ما تقعد تتفرج وتقول عمرهم ما هيشرفونا ولا عمرهم لا، تقول يا رب الفانيله الحمراء يمكن يبقى في يوم زي ده بقى قريب هناك. وكابتن الخطيب رد عليهم هو مجلس الاداره وراح ملبس اللعيبه بتاعتنا على مصر الاسود في الابيض في الاحمر. صح، يعني ابلغ رد، مؤسسه ناس بتشتغل بدون الحياز لمصالح شخصيه طبعا، احنا عشان كده الناس دايما بتحترمنا والناس دايما بتقدرنا والناس دايما بتكرمنا. صح، كلاب جلوبال كلاب لما بتاخدك انت من احسن فرق في دبي مزبوط. والدنيا دي مش من فراغ. انت ليه بتبحث دايما على الاندر جراوند، يعني ليه بتبقى تحت الارض، ليه بتبقى اللغه اللي هي دايما لا تناسب دايما كل واحد بيفكر بتفكيره،